في عالمنا يوجد أكثر من 3000 نوع من الأفاعي، وهي مخلوقات جميلة الشكل بأحجام وألوان متنوعة. ابق معنا لتتعرف على 5 ثعابين عملاقة هي أضخم ما اكتشف الإنسان إلى اليوم في هذه الفصيلة الزاحفة. خامساً، ثعبان برمان. تنحدر هذه الأفاعي من الهند وباكستان ونيبال، وهي دول يدخل فيها للبيت كما يدخل الذباب. يتميز هذا الحيوان بكونه طائعاً ومنصاعاً، ودليل أن هذا الطفل يتعايش وينام ويستحم مع هذا الذي ربما نراه نحن وحشاً مخيفاً. هل تعلم أن طوله يصل إلى 8 أمتار ووزنه يقارب 200 كيلوغرام؟ رابعاً، أفعى الصخور الإفريقية. يتعلق الأمر بأكبر نوع في إفريقيا كلها، واحد من أضخم الثعابين في العالم، ويتميز هذا المفترس بلونيها الزيتوني والأسمر. إنه يعشق البيئة المائية، وهو قادر على البقاء تحت الماء دون تنفس لمدة ربع ساعة. الخطير أنه يهاجم بسرعة فائقة ويركز على رأس الفريسة أو عنقها، وقد تم العثور في أحد الأيام على نموذج منه يصل طوله إلى 9 أمتار. ثالثاً، الأفعى المشبكية. إنها أطول أفعى في العالم، يبلغ طولها 10 أمتار، كما أن لها جسماً رشيقاً مطاطياً يتميز بخفة ومرونة كبيرتين. أما ألوانها فتتراوح بين البني والأصفر الغامق. المثير هو أن هذا الحيوان هو تجسيد حي لقدرات الأناكوندا، وتعد الأفعى المسماة مبيدوسا التي تنتمي لهذا النوع أكبر وأضخم أفعى في العالم. ثانياً، الأناكوندا البيضاء. تعد هذه الأفعى الأعنف والأقوى والأثقل في العالم بأسره وإلى يومنا هذا، ويعود أصلها إلى أمريكا الجنوبية حيث تعيش في أنهار أورينوكو والأمازون. تعد هذه الأفعى الأعنف والأقوى والأثقل في العالم بأسره وإلى يومنا هذا، ويعود أصلها إلى أمريكا الجنوبية حيث تعيش في أنهار أورينوكو والأمازون. ورغم أن معدل طولها هو 7 أمتار، إلا أن منها الذات 14 متراً، وهي أفعى مائية تبقى مختبئة في الماء لأيام بل لأسابيع، وهي تستعد لهجومها القاتل. أولاً، التيتانوبوا. بهذا الاسم يمكننا تخيل إلى أي حد تصل خطورتها وكيف سيكون هجومها. لقد كانت تعيش هذه الأفعى على كوكبنا منذ 60 مليون سنة، وهي السلف المباشر للأناكوندا. ولعل الصور غير العادية للأناكوندا بطول 14 متراً تنسب إلى احتمال وجود هذا النوع القديم الذي يحتمل أن يكون أكبر مخلوق عمر كوكب الأرض. وقد تم العثور على أول هيكل لهذا المخلوق في منجم للفحم في كولومبيا، وقد وصل طوله إلى 15 متراً بوزن يقارب الطن. وحسب الأبحاث التي أجريت عليها، تبين أن هذه المخلوقات العملاقة كانت تعيش في أمريكا الوسطى، كما أنها كانت تتغذى على تماسيح ضخمة هي الأخرى، إضافة إلى كل هذه الثعابين الضخمة التي يصعب تخيلها بيننا. يوجد ما لا يعد من الشهادات والخرافات التي تحكي عن مخلوقات عملاقة، ولعلهم يكتشفونها يوماً ما وتكون المفاجأة صادمة. ما رأيكم؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا فلا تنسى الإعجاب والاشتراك.